اسمع، الحياة كريمة يوسف دي المفروض ان تكلفتها المالية مؤاخذة، يعني مفيش اي شكل من اشكال الاستثمار. ايوه في استثمار يا يوسف. ليه؟ هو انت بتصرف على ايه؟ على انت الناس بتعمل، بغير حياته، بتعمل مية شرب، بتعمل صرف صحي، كهرباء، بتعمل كهرباء بتظبطها، بتسفلت شوارع، بترفع كفاءة بيوت، بترفع كفاءة مدارس، بتزود مدارس ومنشآت أخرى وفرص عمل يا فندم. البرنامج أبو 700 ده النهارده هيوسف كلف تريليون جنيه. البرنامج ليه؟ طب أنا عايز أقول لك على حاجة. طب بس وأنا قلتها بالراحة، يعني عارف يا يوسف، وإحنا لما جينا أعلنا ده الشركات اللي بتجيب المستلزمات ديت غلت عليها السعر 30% يا يوسف. غلت إيه؟ 30% زيادة على الأسعار. أنا فاهم إن ما زعلتش منهم، قلت إيه؟ يا جماعة اتعاملوا مع الناس على إنهم ناس. ده تاجر عنده فرصة، وحجم الطلب والعرض هو اللي بيحدد السعر. الطلب زاد قوي والمعروض كان واحد تقريبا، فغليت الدنيا. هنعمل ولا مش هنعمل؟ هنعمل. والمرحلة زادت منها 6 شهور بعد ما كنا بنقول إن هي تخلص نص السنة اللي فاتت، يعني شهر 6 السنة دي، يعني تكمل معانا لآخر السنة دي ونبدأ المرحلة التانية اللي كنا بنتمنى إن هم يخلصوا ال3 مراحل في سنة سنة سنة. يعني اللي أنا عايز أقوله إيه؟ طب ده بيتعمل ليه؟ اتعمل عشان الغلبان ده. صح. تقول لي طب يعني والتعليم؟ أقول لك أنا بعمل ده وبعمل ده على قد ما بقدر، وبستهدف حاجات تانية. يعني إيه بستهدف حاجات تانية؟ بستهدف أحل المسألة بشكل مختلف، بفكره. لكن بالمطلق ده انا اقدر اخش على 25 مليون اقدر اعمل لهم احسن تعليم؟ لا يا يوسف، ده مش هيحصل. ده ايه؟ مش هيحصل في المدى القصير. مش هيحصل. لما تلاقوا نفسكم ودخلكم في السنه تريليون دولار يا يوسف، ايوه هيحصل. ليه تريليون دولار يا فندم؟ عشان يبقى 20 تريليون جنيه يا يوسف. عشان يبقى 19 تريليون جنيه يا يوسف. تقوم تطلع منهم تريليون للتعليم. 1000 مليار مش 250 بقى. تقوم تدي المدرس حلو، وتأكل الواد حلو، وترفع كفاءة المدرسة حلو، وتجيب أنشطة جوه المدرسة جميل، يرسموا ويعملوا موسيقى ويلعبوا رياضة وكده يا يوسف. يبقى كام؟ أدي كده تريليون. عشان تقول النهارده انك انت تقول تحل المساله دخلك يبقى تريليون جنيه، ما تقوليش بعد 30 سنه. لا قريبا. يبقى هنعمل ايه عشان نعمل كده؟ كلنا على قلب رجل واحد عشان نحل المساله دي. ازاي نغنى من غير ما نخطف؟ عارف يعني ايه نغنى من غير ما نخطف؟ ايوه. لا ما اخطفش حد ولا اخطفش دوله. انا اخطف من فضل الله. اخطف منين؟ من فضل ربنا سبحانه وتعالى. قول يا رب والنبي واخطف منه. ربنا غني وبيقبل ان اللي يدي العباد كده وزياده. صحيح. لكن غير كده يا يوسف مش هينفع، ولازم تعرفوا كده. طب انا قلت لكم كتير، اعمل لكم ايه بقى؟ طب الصحه زيه؟ صحه زيه؟ يعني في مستشفيات ما تقدمش الخدمه كده؟ ايوه. لازم تعرف ان انت مش بتقول لاولادك ما اقدرش. طبعا. طيب اشمعنى هم بيستقبلوها منك وبيقبلوها؟ والله لسه قايل لهم كده امبارح. لا يعني طلبات وقلت لا مش هينفع. عشان انت والدهم؟ ماشي. طب لو مش والدهم وبيقولهم كده؟ فاهم؟ فطولت عليك. لا بالعكس، ده انا لو عليا للصبح، بس انا عارف انه سياده الرئيس بيصحى 5 صباحا.